طيب الكثير إذا كان الماء أكثر من قلتين، هذا هو الكثير. الماء الكثير ما كان فوق القلتين، والماء القليل ما كان أقل من قلتين. الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة، ما الطريقة لتطهيره؟ وقع فيه مثلا بئر كلب ومات، أو فأرة وماتت، أو قط أو جيفة، ماذا نعمل؟ نريد أن نطهره، ماذا نعمل؟ هل في حيلة لتطهيره؟ قال هناك نعم، هناك طرق. الطريقة الأولى أن يزول طعم، يعني طعم النجاسة أو لونها وريحها. مثلا وقع في نجاسة وتركناه أسبوع أسبوعين، لما جاء بعد أسبوعين وجدنا النجاسة راحت، لا في طعم ولا لون ولا ريح، هذا زالت النجاسة بنفسها، عاد طهورا، عاد طهورا. فالطريقة الأولى أن يطهر بنفسه، زالت النجاسة بنفسها. الطريقة الثانية إضافة الطهور كثير إليه، يعني تصب عليه ماء أكثر من قلتين، صب عليه ماء حتى تزول النجاسة. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الأولى تزول النجاسة بنفسها، الطريقة الثانية أن تضيف إليه ماء كثير. ويفيد قول طهور كثير أنه لو كان بإضافة طهور يسير لا يطهر ولو زال به التغير، يعني تصب عليه أقل من قلتين ما يكفي، لابد قلتان فأكثر، صب عليه ماء كثير. هذا على أحد الوجه. الثاني أنه إذا زال التغير ولو ما قليل فلا بأس، يعني العلماء في هذا وجهان. الوجه الأول أنه إذا أضفت إليه ماء أقل من قلتين وتغيرت النجاسة فلا يطهر حتى تضيف إليه أكثر من قلتين. والقول الثاني أنه إذا زالت النجاسة ولو كان الماء قليل فالحمد لله طهر. الطريقة الثالثة لتطهيره أن تنزح منه، من بئر مثلا انزح من المياه، تنزح منها مياه، تخرج منها مياه، فإذا بقي أقل أكثر من قلتين وزالت النجاسة فيعتبر طاهر بسبب النزح، تنزح منه، تنزح وتخرج كمية من الماء وتبقي أكثر من قلتين، فإذا زالت النجاسة، زال طعمها أو لونها أو ريحها، فإنه يعتبر طاهر طهور. أما القليل إذا كان الماء قليلا كيف نطهره؟ إذا كان الماء قليل أقل من قلتين هذا نضيف إليه ماء، نصب عليه ماء حتى يكون أكثر من قلتين. وإذا زالت، إذا كان الماء أقل من قلتين وتغير بالنجاسة، كيف التطهير؟ نضيف إليه ماء حتى يكون أكثر من قلتين، حتى يكون من قلتين فيطهر بهذا. فالماء هذا الماء النجس. الماء القليل قلنا إنه عند الجمهور الذي دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة ينجس ولو ما تغير أحد أوصافه. والطريقة لتطهيرها أن تصب عليه ماء حتى يزيد على القلتين. أما الماء النجس القليل فطريقة التطهير الطريقة الواحدة، هي أن تضيف إليه طهور، ماء طهور، تضيف إليه ماء طهور ويزيد على قلتين. وقول الصحيح أنه متى زال تغير الماء النجس طهر بأي وسيلة كانت. الصواب أنه متى زال تغير الماء النجس فإنه يطهر بأي وسيلة كانت، والحمد لله ما دام خلا من النجاسة لونها أو طعمها أو ريحها الحمد لله.